مين حلوين؟ كرم وكريم، عاملين ايه؟ كويسين. اخدتم ايه النهارده في المدرسه؟ المسألة، تلعبنا بالارقام. ايوه، نكون العدد 10 بكذا طريقه. عملتها بثلاثة وسبعة، وانا حطيت بقى 9 و1. على فكرة مش قادر تبعتلي فيديو تفرجين عليه. هي اكيد بعتت، شوفي كده ويبقى وصلي على الشاشة. اهو لقيته، الميس بعتته فعلا، مكتوب مكونات العدد 10. تعالوا يلا بقى نتفرج عليه مع بعض ونستمتع سوا. مكونات العدد 10: المدرسة بتعلم الأطفال لعبة جديدة، هما هيلعبوا كل اتنين مع بعض عشان يكونوا مجموعة من 10 حيوانات في المزرعة. هما معاهم كروت عليها صورة بقرة وكروت عليها صورة وزة، والقانون الوحيد انهم لازم يحطوا بقر ووز مع بعض في المجموعة اللي هيكونوها. فريدة وهنا بدأوا يكونوا المجموعة بتاعتهم. هما معاهم 5 وزات و5 بقرات، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10. نور وكريم معاهم مجموعة من 7 بقرات و3 وزات، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، 6 7 8 9 10. طارق وأمير كونوا مجموعة من 6 وزات و4 بقرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. المدرسة بتطلب منهم يحاولوا يعملوا مجموعة جديدة من 10 كروت. فريدة وهنا كونوا مجموعة جديدة من 10، 8 بقرات ووزتين. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10. نور وكريم كمان عندهم مجموعة جديدة من 10، 9 بقرات ووزة. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، 9 10. كلهم هايلين. احنا نقدر نفك العدد 10 بطرق كتير. 10 بيساوي 9 زائد 1، 10 بيساوي 8 زائد 2، 10 بيساوي 7 زائد 3، 10 بيساوي 6 زائد 4، 10 بيساوي 5 زائد 5. يا سلام، الفيديو ده ممتع بجد. اقول لكم بقى، انا كمان هلعب معاكم زي ما الميس لعبتكم. عشان اكون 10 ممكن اعمل 5 و5 او 4 و6. شفتوا؟ مش انتوا بس اللي شطار، ماما كمان شطرة. احنا لازم نشكر الميس، عشان الميس بتعلمنا حاجات كتير خالص خالص خالص. انا هروح بقى اتصل بيها واشكرها بنفسي.